كلام له عليه السلام لكميل بن زياد رحمه الله في قواعد الإسلام ومعنى الاستغفار. فقال عليه السلام: قواعد الإسلام سبعة، فأولها العقل، وعليه بني الصبر، والثانية صون العرض وصدق اللهجة، والثالثة تلاوة القرآن على جهته، والرابعة الحب في الله والبغض في الله، والخامسة حق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة ولايتهم، والسادسة حق الإخوان والمحاماة عليهم، والسابعة مجاورة الناس بالحسنى. فقال كميل: يا أمير المؤمنين، العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه، فما حد الاستغفار؟ فقال عليه السلام: يا ابن زياد، التوبة. قلت: بس؟ قال عليه السلام: لا. قلت: فكيف؟ قال عليه السلام: إن العبد إذا أصاب ذنبا يقول: أستغفر الله بالتحريك. قلت: وما التحريك؟ قال عليه السلام: الشفتان واللسان، يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة. قلت: وما الحقيقة؟ قال عليه السلام: تصديق في القلب، وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه. قلت: فإذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين. قال عليه السلام: لا. قلت: فكيف ذلك؟ قال عليه السلام: لأنك لم تبلغ الأصل بعد. قلت: فأصل الاستغفار ما هو؟ قال عليه السلام: ثكلتك أمك، أتدري ما حد الاستغفار؟ الاستغفار الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه، وهي أول درجة العابدين العليين. وترك الذنب والاستغفار هو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم التي بينك وبينهم حتى تلقى الله عز وجل، أملس ليس عليك تبعا، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السوح والحرام والمعاصي فتذيبه بالأحزان
حتى يلصق الجلد بالعظام وينشأ فيما بينهما لحم جديد. والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله.